انا كنت صحفي ورايح اقول له انا عايز اعمل معاك انترفيو، كنت في المعسكر بتاع الارجنتين. فقال لي قوي، فراح قال لي قدامك دقيقتين، انا عايز اعمل انترفيو. فقال لي قدامك دقيقتين، انا قعدت اضحك، قلت له دقيقتين؟ فخلصوا الدقيقتين، قلت له متشكر. الناس عموما يعني ده درس من الدروس اللي الواحد اتعلمها في حياته، ما ينفعش تروح تقول للعيب كرة أنا عايز أقعد معك قعدة يعني كده حلوة كده ونشرب شاي ونقعد نتكلم مع بعض ساعة ساعة ونص، ما الحاجات دي تنفعش خالص يعني.